وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك قدم للاجتماع الوزري رؤية بلاده بخصوص التسوية السياسية، وأشار أبو الغيط إلى أن قوات الحوثي ترفض رؤية الحل السياسي، وذلك في ظل دعمها من قبل إحدى القوى الإقليمية. اسمح لي سيادة الوزير، وزير خارجية اليمن أيضا قدم للاجتماع الوزاري رؤية محددة بما ترى اليمن والجهد الذي يبذل إلى تسوية سياسية، وأن الجانب الحوثي هو الذي يرفض مدعوما بقوة إقليمية واضح جدا تدخلها في هذا النزاع.